حميد إبراهيم من محافظة الأنبار 1970. شاركت بالانتخابات؟ نعم. كيف كانت عملية التصويت؟ والله التصويت تقريبا الانتخابات جيدة جدا، والأمن والاستقرار الانتخابات جيدة جدا. توقعاتك؟ توقعات الانتخابات إن شاء الله جيدة، وشوفونها جات تصورونها قدامكم شلون تشوفون انتخابات جيدة جدا، وماكو ضغط على المواطن تعال انتخب فلان وفلان، المواطن هو بشخصيته اللي يريده ينتخبه. شاركت في انتخابات 2005؟ نعم. لمن صوت؟ صوت للقائمة ما الصحوة. يعني هل حسيت انه اكو اختلاف؟ والله الاختلاف الاولي الاستقرار والامن نفس الشيء، احنا نريد استقرار وامن هذا الانتخابات الجديده. هل حتى انه بعض الموظفين فرضوا او اجبروا الناخبين على التصويت؟ ماكو هاي ما جبرهم، اللي ما جبرهم هاي المواطن هسه براحته ينتخب ويطلع. هلا وسهلا.